كل شيء ما بيلزمنا أكيد بيلزمهم. كلنا ممكن نساعد. حراكنا كله خير ومحبة. كل شيء عندكم ما بيلزمكم أكيد بيلزم كثير من الناس. تبرعاتكم رح توصل لكل واحد محتاج. هذا واجبنا. الأحد 4 كانون الأول، كونوا كتار. سوا نعمل فارق. خلينا نفكر ببعض الشخصية. شاركونا بحملة دفع. لاقونا بساحة الشهداء الأحد 4 كانون الأول من 10 الصبح للستة بالليل لنجمع تبرعاتكم ونوزعها للمحتاجين بكل لبنان، لأنه كل شيء ما بيلزمك بيلزمنا. بدي أشكر تلفزيون المستقبل على دعم هذه الحملة، وبدي أشكرك أستاذ أحمد الحريري يعني بهذه الحلقة. كمان كل شيء ما بيلزمك بيلزمنا من خلالك لست لما للمنسقية. أكيد هيك عندكم مؤتمر. نحن يعني حناخد مستوعبات ونحطها بكل المنسقية. شكرا شكرا. وهذه حملة خلينا نرجع نذكر لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا مناطقية، للجميع للأكثر فقرا للناس 100%. رح تترشح على الانتخابات النيابية؟ عبال ما الدولة تشغل للناس. اف اذا انت عم تقول هيك شو بقول انا؟ شو بقول المواطن؟ انا من هالناس. رح تترشح؟ نشعر بوجع الناس، نشعر بألم الناس. خلينا شي نهار نكون مسؤولين عند الناس مش على الناس. لا الناس بتعرف انه احمد الحريري بتشوفه بيناتهم معهم موجود على الارض نشيط مثل ما قلت من منطقه لمنطقه، بس في فتره كنت متواجد بصيدا اكثر، كنت تدخل الى احياء الفقيره تقعد مع الناس تتسمع لهم. هيدا يمكن احمد الحريري اشتاقوا له. ليكي اولا اي حدا بيربط علاقه مع صيدا بمقعد نيابي او بمقعد له مصلحه سياسيه بيكون يعني مش فهمان هيدي العلاقه صراحه. اول هاي العلاقه هاي مدينتي اللي انا بعشقها واللي انا بحبها وبحب كل اهلها، ما عندي ضغينه فيهم على حدا. حتى يمكن بعض الناس اللي لهم ضغينة علينا، أنا ما عندي ضغينة عليهم. وهيدي المدينة اللي بعتبر إنه شو ما تقدم لها عشان مدينتي قليل، وشو ما حطينا فيها جهد بالنسبة إلي قليل. فلا رابط ما بين أي حراك عم بيصير بصيدا وأي غاية انتخابية معينة أو لا. ليه؟ عشان آخرة النهار أنا دايما في عندي هيك نقطة وعلقت براسي من 2004 وقت اللي خسرنا الانتخابات البلدية. وقتها كان بداية الاغتيال السياسي للرئيس الشهيد رفيق الحريري. ودايما علقت براسي إنه تحصين مسقط الرأس بالسياسي هو الأساس، عشان آخر النهار ما بيبقى غيره للواحد في ايام المحن والصعاب. وعلى هذا الاساس اشتغلنا داخل المدينه من بعد 2004 لليوم. هي معقلك الوالده حطت هيدي المنهجيه ونحن تابعناها، فما حدا يربط والله اذا بترشح هون او ما بترشح. واخر النهار هذا الموضوع مش قرار موجود عندي، انا انسان ملتزم بقرارات تيار سياسي بقرارات رئيس تيار سياسي. رئيس سعد الحريري هو اللي بقرر هذا الموضوع ونحن نلتزم فيه. يعني لحد هلا ما في قرار بفهم، بس القرار محسوم يعني بالنسبه للامانه العامه لتيار المستقبل. ليش حسمتيه من بعد؟ في عندنا انتخابات 2400 واحد بده ينتخبوا من الشباب. في 2400 رح ينتخبوا 18 عضو في المكتب السياسي لتيار المستقبل. صحيح. في 10 بعينهم الرئيس اللي هو سعد الحريري بالاضافه للرئيس وممثل الكتله بصيروا 30. بصيروا 30، هال 30 بينتخبوا الامين العام، قد ايه عندك خلينا نقول منافسه؟ بتمنى يكون في. لحد هلا ما في. ما لا يطلع 18، انت عم تعلب النتيجه قبل ما تطلع. طيب حكي الرئيس الحريري عن محاسبه وحكي عن هذا المؤتمر من اشهر، من بعتقد شهر رمضان الكريم. صحيح. وتم التاجيل. هلأ أنتوا على جهوزية لتسمعوا أصوات الناس 2400 مندوب؟ أكيد. نحن أولا خليني يكون واضح، بالآونة الأخيرة نرمى كتير كلام عن تعليب للنتيجة وعن تدخل في لوائح ما
مرضي عنا من قيادة التيار ومن الأمان العامة ومني شخصية ومن غيره. أنا هون لوضح أنه أنا مرشح مثل هالمرشحين. منك دافش حدا؟ 108 بالنسبة لإلي هن إخواتي، وال108 بالنسبة لإلي المرشحين بحقلهم يتمثلوا بالمكتب السياسي، ولا في تعليم بهذا الموضوع ولا لا. خليني يكون واضح معك أكثر، نحن أخذنا موقف بالانتخابات البلدية اللي بتصير خارج التيار انه نكون على الحياد بالمناطق، فكيف بالداخل مع اهل البيت؟ اكيد كل ما يمت لصلة من بالامان العامي ومن من عند الرئيس ملتزمين بتوجهات لإلى الرئيس بعدم التدخل. وعلى الناس اختيار التنوع المناطقي والطائفي في هيدي الانتخابات، والتشديد على موضوع الشباب والمرأة للرئيس حكى فيهم منذ بداية الإعلان عن حدوث هيدا المؤتمر. طبعا شو دور الشباب والمرأة؟ بس هيك ناخذ النقطة نقطة. كله بيحكي عن المرأة، المرأة يجب أن تمثل، يعطى وعود. هلأ بنقرأ 30 اسم لوزراء، ما في مرأة واحدة حتى الساعة. طيب على صعيد تيار المستقبل، ما حد دخلك في الحكومة وقال لك وين وين المرأة بعد ما طلعت الحكومة؟ بس في واضحة نظام داخلي في. طيب لحظة قبل، في ما في مرأة في هذه الحكومة؟ ما طلعت على الأسماء صراحة، الأسماء اللي تسربت ما في ولا اسم يعني بعد لأي امرأة. بعد الحقيبة هي بعدنا بالحقائب، حتى حقيبة لشؤون المرأة بعد يعني لشؤون المرأة، خلينا نقول وزارة الدولة لشؤون المرأة، حتى هيدي منا مبتوتة. بس كيف الواحد بده يصدق لما بتألف حكومة 30 اسم ما بتحط مرأة، انه الحياة الحزبية فعلا منتظمة وفيها مرأة؟ نحن بمواقع القرار، مش انه مرأة نستعملها فولونتير وتشتغل داخل النظام الداخلي كوتا لتمثيل المرأة بكل هيئة من هيئات التيار عبر كوتا. كوتا اوكي. لا لما تقول كوتا يعني جدي، لانه ملزم انت حافظ لها حصة بالنظام الداخلي. يعني لن تشكل هيئة في التيار من، طبعا مع تعديلات النظام الداخلي الجديد، من المكتب السياسي ونزول بدون ما يكون في كوتا. انت اكيد انه عندك أكترية لهذا الموضوع، لانه في كتير عندك أكترية لتقدر تفرض بالنظام الداخلي كوتا نسائية؟ نحن حنعرض هذا النظام الداخلي على التصويت داخل المؤتمر، واعتقد بالمؤتمر يعني في صبايا حياكلوا الشباب على هذا الموضوع. طيب قد في صبايا لحد هلا مرشحين؟ نحن تقريبا عندنا 25% من مجمل المؤتمر هو نساء. عم نحكي من 2400 شخص. ايه و 40% من هول شباب، يعني من 40 وما دون بهذا الإطار. بالنسبة لنا النساء المرشحات من 108 بيساوي كمان 25%، وهذه نسبة جيدة كانطلاق. يعني في 25 26 ست فينا نقول تقريبا، إذا بدك تقولي 100. اوكي. هول مرشحات للمكتب السياسي. السياسي طبعا. احتمال انه ينجح خلينا نقول قسم منهم بالتعيين، رح يكون في نساء اكيد. الرئيس اليوم شو في بالمكتب السياسي نساء؟ اليوم في ست ريا الحسن بالمكتب السياسي مع الوزيرة. تعيين؟ لا، كانت منتخب الانتخاب. لا عفوا، تعيين معك حق. وفي عنا رولا العجوز في المكتب السياسي، في اثنين رولا انتخاب. رولا انتخاب، رولا على كل حال شفنا شو عملت ببلدية بيروت بالانتخاب، نشيطة جدا. تحية لريا على كل حال. عم بيكونوا سيدات مميزات جدا. وقت عطى السيادية كان شغلة لافتة لامرأة، أول بأول حكومة شكلها سعد الحريري. أنت عم تحكي اليوم انتخابات نيابية المقبلة، مش مقبول ما يكون في 30 40 نائبة أو نائب، عفوا نائبة كلمة. لا النائبة بالعكس كلمة كتير حلوة. هيدي الكلمات العربية عندك أكثر من معنى، يعني أكيد منا مصيبة. في ناس بيخدوها على المصيبة، لا نحن بنخدها على الإجابة. لازم يعني حرام مصيبة أكثر من مصيبة البلد. طب ليش هلا الكتل النيابية لو كل حدا أخذ منه ثلاثة أو أربعة نوصل؟ بعدين في طاقات، في طاقات كبيرة وقادرين ينتجوا أكثر مننا. طيب ماذا ينتظر المستقبليون الحزبيين وغيرهم اللبنانيين بهذا المؤتمر السبت وأحد؟ أولا هذا المؤتمر حيكون فيه رسالة واضحة
وموجهة مباشرة لدولة الرئيس الحريري هتقول له انه انت منك لوحدك، حول منك تيار كبير، تيار مؤمن بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بإرساء ديمقراطية داخله والحرية داخله اللي منأمن نحن كمان انه لازم تكون بكل البلد. حيجي يقول انه هذا التيار عابر للطوائف مثل ما كان بده اياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبظل استعراضات السلاح شمال ويمين منكون عم نقدم نموذج لشباب واعي عارف انه العراضات هيدي لا تفيد البلد، وانه اللي بيفيد البلد هو تركيز على داخل البلد مش على اللي عم بيصير حول مننا. اليوم سوريا شو ما عملته، شو ما اديته وشديته، وشو ما جربته تعمل عروض عسكرية وغيره، القرار منه عندكم فيها. قرار اكبر من المنطقة، صار القرار صار بمكان اعلى وابعد، حرب عالمية. ايه نحن في يعني في زمن فوضى عم بيستفيد منها الجميع وعم بيخسر فيها الشعب. ان كان الشعب العراقي عم بيخسر، ان كان الشعب السوري عم بيخسر، ان كان الشعب الليبي عم بيخسر، كل هالمناطق اللي فيها صراعات عم تخسر. ويجب علينا انه نحيد نفسنا. هيدا المؤتمر كمان جاي ليقول انه في كتير تنبأوا بعتقد انه تيار المستقبل خلص انتهى، انه الرئيس الحريري معاش له يعني معاش بده يكمل بالسياسة او هيك. في كتير ناس عاشت على الوهم هيدا اللي كان موجود. حنجي نقول لهم لهول الناس لا، ايانا بعدنا هون، ما في اعتزال للسياسة، في تعزيز، ومكملين ومكملين للاخر. وهون بهذا الصدد نحن ما كنا نقدر او ما كنا قدرنا كملنا لو ما اي عضو من اعضاء التيار شباب وبنات وقفوا معنا بهالسنين الصعبة اللي كنا فيها. رح ارجع اسأل عن المؤسسين للجيل الجديد اللي جاي اليوم. طيب هل اجى هذا المؤتمر كردة فعل مباشرة للانتخابات البلدية اللي شهدت تراجع لشعبية تيار المستقبل؟ شفنا خسارات ببعض المناطق، هل هو المؤتمر هو رد على ذلك؟ أكيد المؤتمر أولا نحن بالنسبة لنا كان لازم يصير قبل سنتين. يعني المؤتمر بشكل طبيعي كل 4 سنين، سبب غياب الرئيس صار في تأجيل له. وأكيد عدم التجديد داخل الدم تبع أي حزب سياسي بيؤدي لترهل معين. نحن في كتير أخطاء من الأخطاء ارتكبناها، في كتير من الأمور بدها إعادة نظر، في كتير من الأمور عملناها بشكل منيح بدها تطوير. بالنسبة لنا هذا المؤتمر هو فرصة لنكون صريحين فيه مع بعضنا، ونقول وين أخطأنا ونقول وين أصبنا. انتخابات البلدية التيار الوحيد اللي اعترف أنه في مشكلة فيها هو تيار المستقبل، مع أنه إذا بدك تحسبي بالنتيجة العامة تبعت كل المناطق، لا في بعض المناطق اللي كنا متراجعين فيها بال 2009 10 عفوا لما صارت تقدمنا فيها. يعني اذا بدك تحسبي على مستوى اتحادات البلديات بلبنان، جزء كبير من رؤساء الاتحادات بجو تيار المستقبل. طيب اذا نزلت اكثر من هذه الطبقه اللي هي البعض بيقول انه هذه طبقه مستفيدين رابوا من السلطه، طبقه الاقوياء، إذا بتنزل على الناس العاديين اللي هن عندهم عصبية ما بالسياسة بحبوا يشتغلوا، هؤلاء راضيين عن سير العمل برأيك؟ عم بترشح مما بده؟ أنت ما شفتي كيف في هجمة صار بعد انتخاب المندوبين المرحلة الأولى؟ صار في ناس، أولا في ناس كانت مبعدة رجعت، وفي ناس جديدة بدها تنسي. وتزعلان، كان في قسم كمان زعلان منه مبسوط منه راضي، اجاني كثير مساجات من اشخاص انه زعلان. نحن واجبنا نضلنا نحكي معه ونقنعه ونشوفه وعم نشوفه. في ناس زعلانه بتعبر، في ناس زعلانه ما بتعبر، نحن لازم نروح لعندها ونفتشها. وانا بكل جوله من الجولات بلتقي مع كثير من هيدي الناس. اخر النهار الناس من شو بتزعل؟
ناس بتزعل من عدم الصراحة بعض الأحيان، بتزعل من القذف في خدمات معينة من بعض الأحيان، أو من الموقف السياسي. أستاذ أحمد ليه عم تستهون بالموقف السياسي؟ بيرسونال أكتر، موقف سياسي معلش، يعني نحن آخرة النهار مواقف سياسية اللي أخذناها مش أخذناها عشان والله عبالنا ناخدها، لا، في واقعية سياسية معينة بتحتم عليك تاخدي قرارات أمرار غير شعبية. اليوم عم نتخطى هذا الموضوع، الناس آخرة النهار. طب يعني خليني أعطيكي مثلا، في مرة عن تشكيل الحكومة تبعت الرئيس تمام سلام، وقت أخذنا قرار إنه نفوت بهذه الحكومة، وكنا قايلين قبلها إنه ما بنفوت بحكومة فيها حزب الله. أجا وفد لعندي، التقينا وساعة ونص أو إذا بدك 45 دقيقة عفوا، ضرب بإنه ليه بدكم تشاركوا بالحكومة؟ وما لازم تشاركوا بهذه الحكومة. ولا وهذا شيء انه قلتوا انتوا ما بدكم تشاركوا بي. وجربنا نقنع ونناقش ونروح ونجي، خلص هذا الموضوع على عدم قناعة كلية، بس هن وضاهرين طلبوا خدمات من 8 وزارات. طب انه انا كيف ما بدك يعني يفوت بالحكومة وبدك هالقد خدمات، وكيف بدك هالقد خدمات؟ بدنا نوازن بين الاثنين، ما فينا ناخد هيدي وهاي. اخرة النهار هل توثقوا بالرئيس سعد الحريري؟ إذا بتوثقوا بالرئيس سعد الحريري وانتخبتوه على هذا الأساس، خلينا نسلم هذا الموضوع بالسياسة العليا الكبيرة تكون بين إيديه. طيب بهيدي النقطة كمان اليوم، بما أنه عم تحكي في زعل شخصي أحيانا مش بس كله متعلق في زعل على العلاقة. طيب هلأ عندك 108 مرشحين هذه المرة بدهم يعبوا 18 مقعد، يعني عندك مشكلة حقيقية، كل مقعد في 6 تقريبا نزلوا مرشحين عليه. هيدا عندك 5 بدهم يزعلوا، في 1 رح ينجح. ما حدا يزعل، انا بضمن لك ما حدا يزعل. ما رح يقولوا مثلا فلان كان مدعوم، هيدا ما كان مدعوم. ما في حدا مدعوم، ما في تعليب لاي نتيجه من النتائج. انا بدعي ال 2400 مرشح ينتخبوا ضميرهم نهار الاحد، وينتخبوا ضمن قناعاتهم، وينقوا الافضل لمسيره تيار المستقبل بعد 4 سنين. طيب كمان في قلت لي انه ينتخبوا على طريقه يكون في من كل المذاهب، طيب في مرشحين من كل المذاهب؟ قد ما عندك شيعة اليوم بتيار شيعة ومرشحين؟ مرشحين. وبتعتقد عندهم حظ انه يوصلوا؟ ايه طبعا، ليش لا؟ لانه رح اقول لك ليش لا، لانه في عصبيه غير عاديه غير مسبوقه بالبلد عند الجميع، يعني اذا بتطلع ليك الشيء الايجابي اللي عملته هيدي يعني تجربة تبعت الانتخابات، ان كان المندوبين وان كان المكتب السياسي، اليوم عم نشوف كل المرشحين عم بجولوا على المناطق، كل الشباب عم يتعرفوا على بعضها، كل الشباب عم بيتصلوا بالهيئة العامة. نحن اخر النهار اي مرشح اجا سلمناه ارقام التليفونات تبع 2400 زلمة ليتصل معهم ويتواصل معهم ويحكيهم ويصير لقاءات. يوم في دعوة كان وصلت من شوي لمناظرة ما بين عدد من المرشحين مع المندوبين، وهذه شغلات إيجابية عم نشوف الفيسبوك، التويتر، السناب شات، إذا بدك الإنستغرام، كله على هذا الموضوع. وكل مرشح حابب بالنسبة لنا هو من نوفينا، يعني أنا 2400 أي واحد منهم بيمثلني وصوتي إلي مثل صوت أي واحد منهم. لا أنا حأعطي توجيه بأنه انتخبوا فلان أو فلان، ولا حقول أنا بعرف أنه 2400 اليوم اللي صمدوا معنا بعد كل هالظروف الصعبة قادرين يختاروا قيادة للمكتب السياسي جديدة تقدر تمثل تيار المستقبل خير تمثيل. طيب هذا المكتب السياسي القديم مثل ما هو عم بتقولوا له انت فشلت او ما نجحت او ما كنت على قد المسؤوليه، كله مثل ما هو سيخرج من التركيبه، او في اسماء بالتعيين، في مرشحين كمان من المكتب السياسي القديم كمان ضمن ال 108، يعني ممكن انه ينحفظ بعض التوازنات ايضا بالتعيين، خلينا من قبل الرئيس، انتخابات مفتوحه وفي مرشحين من المكتب السياسي القديم.
طيب اليوم عم بتحكي كثير انه تيار المستقبل هو هذا التيار العابر للطوائف، حكيت قبل شوي انه قد الارثوذكسي مسيء للبنان لصورته، مسيء لتيار المستقبل اللي هو بتقول اسوء شيء بالنسبه له، بس اليوم عم بيطلبوا مني فاصل، رح اوقف مع فاصل بس بعد الفاصل رح اسالك، فعلا اليوم بيقدر حزب لحاله يكون تيار عابر للطوائف وقت يكون البلد كله صار ممذهب بشكل كبير جدا ويتحالف هذا التيار مع تيارات واحزاب مذهبيه للعدم ترفع شعارات دينيه ايديولوجيه بركي بنعديهم بالسياسه؟ انا خايفه يعدوكم، مش هيك عم بسال، خايفه هن يعدوكم. لا معنا يعني معنا مناعه. ايه بدك تقول لي؟ خلينا نتوقف مع فاصل نطرح هذه الاسئله، وبدي اسالك عن اسوارة الثوره السوريه، عم شوفها بايدك في كثير شلحوها بعد احمد الحديدي، باقي للابد باقي اكيد، ان شاء الله هي الثوره ما تبقى للابد، نشوف لا ان شاء الله نشوف انتصار للشعب السوري. ولكن انا بالنسبه لي هو اثنين بيتكاملوا مع تيار المستقبل، مع الحقيقه، مع الحقيقه. فاصل مشاهدينا ونتابع اكثر ونحاول الغوص في الحقيقه والحقائق المره في السياسه اللبنانيه، فاصل ونعود. كل شيء ما بيلزمنا اكيد بيلزمنا، كلنا ممكن نساعد، حراكنا كله خير ومحبه، كل شيء عندكم ما بيلزمكم اكيد بيلزم كثير من الناس، تبرعاتنا رح توصل لكل واحد محتاج، هذا واجبنا لحد 4 كانون الاول، كونوا كتار سوا نعمل فرق، خلينا نفكر ببعض الشعبية، شاركونا بحملة دفع، لاقونا بساحة الشهداء الأحد 4 كانون الأول من 10 الصبح للـ6 بالليل لنجمع تبرعاتكم ونوزعها للمحتاجين بكل لبنان، لأنه كل شيء ما بيلزمك بيلزمنا.